صباح الخير وصباح السعادة مرة ثانية لكل الناس اللي انضمت لحضور حلقتنا اليوم من صباحاتنا وصباحاتكم السودانية، وأكيد صباح الحنان والاتحنان مرة ثانية لكم مستمعينا عبر إذاعة سودانية 24 على التردد 93.6، وكمان متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بصفحة سودانية 24. سعيدين أنه يكون معنا أولى ملفاتنا زي ما نوهنا قبل الفاصل. إحنا نتكلم عن جمعية النخيل السودانية، نشوف الجانب بتاع الفلاحة ورعاية النخيل وقدر شنو ممكن لو إحنا استفدنا على جانب النخيل أو ركزنا على جانب النخيل في السودان، أكيد هيكون في مساهمة فعالة جدا وحيكون في ازدهار الجانب الخاص بالاقتصاد السوداني، طالما إنه أصلا السودان أرض خصبة وإن هي ممكن تكون أي زراعة فيها بتنجح. ففي مجموعة من الناس والشباب مركزوا على زراعة النخيل في السودان. حنتكلم أكثر عن الجمعية، وسعيدين يكون معنا عضو مجلس الأمناء لجمعية النخيل المهندس الزراعي حسين محمد يونس. صباح الخير وصباح النور عليك. صباح النور عليك وصباح النور على جميع المستمعين والمشاهدين، وصباح النور على جميع زراع النخيل في ولايات السودان المختلفة. يا سلام، بنقول لهم صباح يعني بطعم القنديل والبركاوي والتموت، دي تمور محلية يعني ما شاء الله لها وزنة، برضو مصبع عليهم بصباحات البرحي والخلاص التمور المستولدة يعني حاليا. يعني انت حتى ده بقى تخصصية في حياتك عمر، كويس انه بقى اسلوب حياة جميلة. طب احنا عايزين نتعرف اكثر على جمعية النخيل السودانية. طبيعي جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية انشأت في العام 2003 يعني بفكرة من بعض الاخوان، وبعد ذلك انضموا لها مجموعة من المزارعين، مجموعة من الدكاترة والمهندسين. بقى الهدف منها انها يعني تنشر الوعي بنخيل التمر، كيف الفلاحة بتاعته، كيف الزول يهتم به، عشان يدينا في النهاية ثمرة تقدر يعني تنافس محليا وعالميا. فمن هناك يعني الجمعية ما شاء الله لقت استجابة من يعني من المهتمين والمزارعين، وانضموا لها مجموعة كبيرة يعني حتى في ولاية الإنتاج. فجمعية لها يعني ما شاء الله لها يعني مبادرات في ولايات كان أصلا ما مزروعة فيها النخيل، اللي هي مثلا زي ولاية البحر الأحمر، زي ولاية الخرطوم حديثا، يعني غير ولاية نهر النيل والولاية الشمالية كان متعارف علينا هي يعني التمور موجودة هناك. فيعني الجمعيه لها اسهامات كبيره جدا. طب مهندس حسين، الهدف الاهداف اللي انت ذكرتها كلها اللي هي قامت من اجلها وكونت الجمعيه في عام 2003 وحتى الان، اكيد في مشاريع وفي انشطه انتم قدمتوها او قمتوا بها على اساس انه تحققوا الاهداف دي. فكده شنو ممكن تكون الانشطه والمشاريع اللي انتم قاعدين تقدموها؟ طيب يعني الجمعيه برضه درجت على انها هي تقيم الدورات التدريبيه يعني للمزارعين والمهندسين الزراعيين. يعني كل سنويا بيتقيم دورات تدريبيه عشان الناس تعرف العمليات الفلاحيه وكيف تجود يعني العمليات الفلاحيه، عشان في النهايه الناس مثلا بقول لكم الله يعني اتعرف على انه النخيل ده خلاص اتحصد، ثاني ما في زول بيهتم به الا الموسم الجاي مثلا يطلع انه مثلا يحصده مره ثانيه. فبيجي هو صناعه، فانت عشان الصناعه بتاعتك تنجح لابد انك تتابعها في الشهر وفي الاسبوع وفي اليوم، يعني حتى تتابع مثلا العمليات بتاعتها بطريقه سليمه وتديك انتاجيه يعني انت تكون راضي عنها، وبعد ذلك تقضيك انت وتقضي حتى للسوق يعني الموجوده عالميا ومحليا. حلو. انت صبحت علينا بكل انواع يمكن او اغلبيه الانواع اللي هي متعارف عليها داخل السودان والمختلفه في التمور السودانيه. فاكيد برضه الجمعيه هي عندها مساهمات عشان ما هي تعرف التمور السودانيه سواء كان داخل السودان او حتى خارج السودان، فشكل المساهمات ده كيف بيكون؟ طيب الجمعيه يعني بتشارك في 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 معارض اللي هي مثلا خارجيه، بتوري التمور السودانيه ونوعيتها والشكليه بتاعتها وجودتها، يعني لقت اقبال كبير جدا من الدول اللي كان بيشارك فيها، دوله الامارات، دوله مصر العربيه، المغرب والاردن حديثا. يعني الجمعيه يعني بمساهماتها بمشاركاتها معهم يعني دعت اللي هم الدول البريه انها تيجي تشارك معانا هنا في مهرجاناتنا وتشوف النخيل بتاعنا على ارض الواقع. الثقافه أيوة نعم. والتشبيك حتى المعرفه بين الزراعه. ايوه نعم. فبقت يعني حاجه جميله انه هم جا شافوا، حتى في ناس لما جا شافوا التمور هنا على طبيعتها حبوا يستثمروا يعني. فبقت دي عائد اقتصادي على الدوله وكده.
بيكون يعني في زيارات للمناطق اللي هي مزروع فيها النخيل. ايوه نعم، زاروا يعني زاروا مجموعه من المزارع في ولايه الانتاج، فمن هناك يعني جاءت الفكره انه هم لابد ان يستثمروا في المجال ده، وما شاء الله يعني مشوا يعني ويستثمروا كميات كبيره جدا يعني. جميل. نعم. مساهماتكم اللي هي ممكن تكون بتشاركوا في مهرجانات سواء كان داخل نعم. السودان او حتى خارج السودان، بتحسوا انه تمام انه هي فيها نفع اكيد نعم. بيعود للجمعيه وللسودان طبعا. نعم. الجانب الثاني انتم برضه ذكرتوا في بدايه حديثك عن الجمعيه انه انتم بتقوموا بمد اللي هم المزارعين دخيل في دعمهم في حتى الدورات التدريبيه اللي هي مستمره، فاكيد في قوافل ارشاديه قاعده تقام. نعم. لو اخذنا وتكلمنا عنها بتوسع اللي هي داخل الولايات اللي انت ذكرتها ووصفتها بالمنتجه للنخيل. يعني احنا في العام 2017 قمنا بزياره للولايه الشماليه. نعم. فيعني كانت زرنا جميع الولايات الانتاج يعني حتى المزارعين يعني انبسطوا من الحته دي. فكانت في مجموعة كبيرة من الدكاترة والمهندسين بوروهم العمليات الفلاحية يعني وتطبيقها كيف. فيعني حتى في بعد ذلك جاتنا اتصالات وعندنا في الجروبات بتاعت اللي هي الواتساب كده، فلقينا انه هم يعني مبسوطين من الحاجة دي، ولقيت انه يعني حسنت الانتاجية بتاعتهم. فكان يعني في واحد بيحكي لك والله انا مثلا كان نخلتي دي ما قاعد اشوفه الا من السنة للسنة، لكن حاليا بقى يهتم بها يعني. okay. ليه؟ لانه مثلا لقى انه في عائد اقتصادي منها. اول حاجه الشتول بتاعتها ممكن الزول يصفحها بطريقه معينه ويمشي يبيعها يعني، دي بقت قيمه اقتصاديه. غير كده السمره ذاتها زمانك يعني السمره كان جودتها ما عاليه، كان يتعبى في العبوات القديمه اللي هي جوالات الخيش وكده. السنان بقت تعبي في كراتين، تعبي في عبوات يعني، بيبقت دي كلها تساهم في انه هو دخله يزيد يعني يوسع من الزراعه تحت النخيل وكده. حلو. ايوه نعم. طيب يعني جزء من المهرجانات اللي انتم برضه بتكون بيها مش بتشاركوا فيها اللي نعم. هي بتقام من خلال الجمعيه، لو تكلمنا عنها برضه اكثر على اساس انه نعرف تمام انه بالعكس الفائده قاعده تعم وقاعده توصل حتى مجتمع الشباب اللي هو ممكن يكون لقدام، او لو فكرنا ما هي مرحله حاليه وممكن تكون لان احنا كلنا كشباب واتجهنا برضه لجانب الزراعه قد نساعد اكيد بصوره ممكن تكون مباشره في جانب الاقتصاد السوداني. نعم. الجمعيه يعني درجت على انها تقيم مهرجانات كانت محليه اللي هي من العام 2006 درجت على انها هي تقيم سنويا مهرجان للتمور والبيع المباشر يعني، كان موجود هنا في ولايه الخرطوم. نعم. فيعني من 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 من, من مهرجانات دي انتقلت الى الدوليه يعني من المحليه انتقلت الى الدوليه. حلو. الان احنا في الايام الجايه دي بصدد انه نقيم مهرجان دولي ثالث يعني برعايه جائزه خليفه لنخيل التمر والابتكار الزراعي. الجائزه دي يعني بتشجع المزارعين على انه هي مثلا بيكون في جوائز للمزارع بتاعتهم، بيكون في زيارات يقيموا المزارع، يشوفوا المزارع المجتهد بيقوم يدخل في مسابقه عادله ويدوه قيمه. غير كده يعني المنتجات ذاتها بتاعت التمره عندك منها انت اي يعني تشكيل لها، عندك اي ابتكار برضه بتدخل في الحته دي. غير كده حتى ناس التصوير يعني اخواننا التصوير لو عندهم اي فنيات في التصوير برضه كان ممكن يعني قاعدين يشاركوا ويفوزوا بجوائز قيمه يعني. فمن هنا يعني المهرجان يعني كل سنه بيزيد يعني، حتى اخواننا اخواتنا يعني برضه بيجوا بيلقوا مخبوزات، بيجوا بيلقوا يعني حاجات كلها ترضي يعني اذواق جميع الشباب وال طب انا عايزه نتوسع اكثر في الجانب الخاص بالنشاطات اللي هي بشمل المهرجان. نعم. وقد تكون في ناس هسه هي بتتابعنا ومهتمه جدا بجانب بتاع الفلاحه ده عموما والزراعه وحتى اهتمام النخيل. نعم. وحابه ان هي تشارك او حابه ان هي توصل للمهرجان. نتكلم عن تفاصيله وايامه ومتى حيكون شكل المشاركات، اذا في حد حابب ان هو يقدم معاكم، وحتى الانشطه الداخليه اللي هي عندها علاقه بانه انتم اهدافكم اللي ذكرتها تتحقق. نعم. طبعا حاليا احنا يعني هو المهرجان حيبدا من يوم 26 ليوم 30، فيعني جو 26 نوفمبر. ايوه نعم. في يعني اللي هو بعد بكره حيكون افتتاح الصباح الساعه 10. يعني هو قدموا لنا مجموعه من الناس وكلهم ما شاء الله اسي مقدمين عروضهم يعني قاعدين يشاركوا معانا. الجمعيه عملت اعلانات من قبل 4 شهور انه والله في مهرجان كذا وكذا، اي زول يعني حاب يشارك يقدم الرؤية بتاعته، يقدم حياته اللي مثلا بتخليه انه هو يشارك. نعم. فيعني المهرجان تشكيله بيكون مثلا في جزء للمرأة، في جزء للأطفال. حلو. في
في جزء للشركات اللي هي بتشتغل في مشتقات اللي هي التمور المعمول والمخبوزات الحاجات دي. غير كده بتلقى في شتول يعني برضو زول كان داير اي شتله من الشتول النادر اللي هي مثلا يزرعها في البيوت كده بيكون برضو موجود عندنا. مكانه وين ان شاء الله؟ بيكون في قاعة الصداقة. نعم في الخرطوم. قاعة الصداقة هيبتدي من يوم 26. من يوم 26 ليوم 30. هل الدعوة مفتوحة للجميع؟ الدعوة عامة والدخول مجاني يعني. زي ما في من الساعة كم قلتم؟ من الصباح من الساعة 10 إلى الساعة 10 بالليل. هيستمر كم يوم؟ مثلا 3 يوم. 3 يوم حلو. طب احنا يعني تماما مبسوطين صراحة انه يكون في ناسية عندها تخصصية في واحد من اللي هي الأشجار اللي بتزرع في السودان. أيوة وبتميز تماما السودان. النخيل عموما. وسعيدين برضو نكون في جمعية هي مختصة بأن هي حتى الناس اللي هي مهتمة بجانب الزراعة والفلاح أن هي تقدر ترعاهم وتقدم لهم كل الدعم وكمان تحفزهم تحفيز جدا سليم وجميل. إحنا سعيدين بكل الكلام أنت ذكرته حول الجمعية وحول المهرجان ونتمنى لكم دوام التوفيق. حديك مساحة أخيرة ككلمة لو عايز تدي رسالة أو عايز تقول أي حاجة هي مساحة لك. طيب أنا يعني بدعم هنا يعني الشباب الخريجين المهندسين الزراعيين إنه يتجهوا للمجال ده يعني ما شاء الله مجال واسع ومجال مفتوح يعني إنه يبحثوا فيه وكذا. طيب من هنا بدعي برضو جميع الموجودين في الولايات القريبة والبعيدة يعني إنه يشرفونا في الأيام الجاية من يوم 26 ليوم 30. أيوة في قاعة الصداقة. نعم. أكيد موفقين إن شاء الله يا رب ودائما محققين كل الأهداف والأمان الجميلة اللي أنتم حابين تحققوها في جمعية النخيل. سعيدة جدا بك مهندس زراعي حسين محمد يونس عضو مجلس الأمناء لجمعية النخيل وتماما موفقين إن شاء الله ودورة ناجحة كما العادة. شكرا جزيلا. احنا اكيد مستمرين معاكم في حلقتنا اليوم من صباحاتنا وصباحاتكم السودانية ودائما بنحرص على انه كل السودان دائما يكون هو مختلف ودائما متميز في كل مجالاته. حنشوف معاكم فقرة ملامح مهنة لكن قبل ما نشوف ملامح مهنة وردنا الان عاجل خبر. تعرضت بعثة الهلال الفاشر في الساعات الاولى من صباح اليوم لحادث مروري مؤسف بمنطقة الموالح. توفي على إثره مساعد مدرب الفريق الكوتش الهادي محمدين وهناك إصابات متفاوتة لبعض الإداريين. نسأل الله الرحمة والمغفرة للفقيد وعادل الشفاء للمصابين إن شاء الله رب ما تشوفوا شر وألف رحمة ونور أكيد تنزل عليك كوتش الهادي. و يعني الأخبار المؤسفة دي من الصباح ما أعرف أنه كيف ممكن الواحد يتحملها لكن مضطرين إحنا نتعامل وكأنما ما في شيء حاصل وخلاص دي الدنيا يعني لكن ألف رحمة ونور تنزل عليه وربنا يصبر يا رب أهله وأكيد كامل التعازي لمحبي الهلال وهلال الفاشر. نشوف معاكم ملامح مهنة ونجيكم مرة ثانية.